نحييكم من الـ LBC وإليكم أبرز عناوين نشرة الأخبار. واشنطن تحاول استيعاب التدهور مع ليبيا بعد مقتل سفيرها في بنغازي. حوار السين سين، ملابسات ما جرى بين سماحة والسيد من الشيراتون إلى بيروت. أنجلينا جولي في بيروت ليس كممثلة بل كمشاهدة. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد وديما صادق. مساء الخير. أنجلينا جولي في بيروت ليست كبطلة فيلم أمريكي يعرض في الصالات اللبنانية، بل لمشاهدة فيلم سوري يعرض على الأرض اللبنانية على طريقة سينما الواقع. مشاهداتها شملت لاجئين سوريين لم تزرهم في مخيمات، بل عند عائلات لبنانية استضافتهم. جولة جولي لم تكن الوحيدة التي تابعها اللبنانيون، بل تابعوا أيضا وبشغف حوار السين سين من نوع آخر، أي حوار سماحة السيد بين الشيراتون وبيروت، والذي ستكشف الـ LBCI ملابساته في تقرير خاص في سياق هذه النشرة. أما الحوار اللبناني التركي فأوصل الرهينة التركية إلى أنقرة من دون أن يعود بأي رهينة لبنانية، لكنه سيعود بأجواء إيجابية. في الملف السوري، الإبراهيمي في دمشق غدا ويلتقي الرئيس الأسد بعد غد الجمعة، لكن الحدث من ليبيا حيث قتل السفير الأمريكي. ومن هذا التطور نبدأ.